انا اصلا صوته رايح اتوقع الله نصور. يلا بسم الله نبدا سعاده جديده من داخل التصنيع الخاص بعملائنا الكرام شركه ارينا للتشطيبات والديكور. ما شاء الله دريسنج ما شاء الله تحفه فنيه تحفه خشبيه زي ما تقول قول. طبعا في بعض الفينش البسيط لسه لا تتلزق بس الوش معانا زي الشغل العام، بس احنا بنحب نطمن عملائنا بفضل الله على مستوى الشغل والجوده. التقسيمات المتفق عليها ده هنا يبقى في ازاز ادراج ازاز حاجه ما شاء الله محترمه، شماعات بقى معانا فكره جميله جدا من النوادر اللي حد يبقى منفذها يعني حاجه جميله برضو ما شاء الله. دوار في الجنب في القطوع في الداخل الدريسنج حاجه مميزه للغايه حاجه سبيشال حاجه عظمه ما شاء الله. يعني تاخد طفل حتى جوه يخش يستخبى، يعني عايز يركل يستخبى يركل يلعب جوه بدل ما يروح الملاهي يجي هنا يتفسح. معانا برضو هنا مكتبه ارفف ثابته في الجنب ده، وهنا في ستاره بيت ستاره هيبقى موجود، ومعانا بنكت بيفتح جلسه بالمنظر الجميل الحلو ده اخد العمق بحيث يبقى المستوى والشغل كله واحد. معانا هنا تكييف العميل بيفتكر وبيتخيل وبفضل الله بنحقق له وبننفذ له اللي بيفكر فيه حاجه سلسه. تسليك زال حاجه ما شاء الله عظمه حاجه ما شاء الله اخر جمال. فينا ليدات بروفايل اناره هتركب معمول حسابها بفضل الله. تسلم ايد كل الرجاله اللي اشتغلت في الشغل من اصغر واحد لاكبر واحد، من اول اللي بيقطع الخشب لحد الوشاج اللي شغال، لكل الناس اللي مشغله بفضل الله عشان تطلع المستوى الحلو والجميل اللي قدام حضراتكم. اسف ساعه 5010 2005 2407 شركه تقنيه التشطيبات والديكور بدمياط. شكرا.